السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنديروا تتمة ديال هاد الزواقة هادي. أنا كنت بديتها معكم من الأول وكنا وقفنا هنايا. المهم أنا كنت حاولت باش نخدمها معكم في فيديو واحد، ولكن جا الفيديو طويل بزاف فوقفنا الزواقة هنا. دابا إن شاء الله في هاد الفيديو غنكملوها. بالنسبة لهاد الألوان غنعود نذكركم، هنا خدمنا هاد الزواقة هادي بربعة الألوان، خدمنا بالحرير على جوج شعرات، غنخدم بالبرا النمرة ستة، ونبداو بسم الله. بالنسبة أخواتي لهنا أنا كنت وقفت معكم هاد اللون في هاد العوينة هادي، فضروري غنزيدو هاد العوينة. غير تذكروها ملي توصلوا لهنا ضروري تزيدو تخدمو حتى لهنا. في الفيديو اللي قبل من هذا وصلت غير لهنا وخليت هاد جوج دريجات. دابا غنزيد هاد العوينه هادي لانني خدمتها وجاتني ناقصه هاد العوينه هادي وعاود حليتها. المهم نتوما ملي غتتبعوا الفيديو الاول غتجيبوا هاد الخيط حتى لهاد العوينه هادي عاد توقفوا هاد الخيط. دابا غنكمل معاكم. ملي كملنا هاد اللون دابا غنركبوا هاد اللون هادي اللي درنا هنا. انا ركبته هنايا ونبداو بسم الله. غنجيو لهنا لهاد العوينه هادي. بالنسبه لهاد اللون هذا خلينا هاد العوينة هادي، غنجي لهاد العوينة هادي ونركب الحرير. نهز هاد العوينة باش نثبت الخيط ونخدم هاد السطر هذا. غنهز هاد العوينة في هاد اللون، هزيتها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة. نخليو هاد الخيط حتى من بعد نخدمو عليه وعاد من بعد كنقطعوه. نرجع مع هاد السطر هذا نهز هاد العوينه هادي ونعاود نخدم في هاد العوينه هادي باش نديرو هاد الطريقه اللي ما كيبقاش لينا الفراغ ما بين لون واللون. تنعاودو هاد العوينه هادي كنخدمو فيها جوج مرات. غنعاود نخدم في هاد العوينه هادي وعاد ندوز لهاد العوينه. ملي تنشدو هاد العوينه ما تنزيدوش من هنا باش ما يجيناش الفراغ. غنعاود نرجع مع هاد السطر هذا نحاولو نهزو هاد العوينه كامله. هنا كنبقاو غادي برا عندها مقاده ما كنزيدو ما كننقصو. نشدو هاد الخيط في شفنيته هنا حتى تنخدمو عاد من بعد نقطعوه. ملي خدمنا دابا هاد السطر غنعاود نخدم في هاد العوينه هادي، هي اللي خدمنا فيها من هاد الاتجاه هذا. انا قربت لكم مزيان باش تفهموا هاد الطريقه اخواتي. هاد العوينه هادي اللي خدمت فيها من هاد الاتجاه غنخدم فيها عاوتاني هنايا وندوز لهاد العوينه هادي. صافي هادي هي الزياده اللي تنزيدو زدناها بهاد الطريقه. دابا غنرجع مع هاد السطر بالنسبه لهاد الراندة اخواتي راه فيها في العرض 15 عين. ضروري هاد الراندة تجينا بعدد فردي باش تجينا هاد الزواقه مقاده، لان بحال هنا في هاد الالوان هادو كنقسموا هاد المسافه هادي على 3. هنا راه هزيت 5 تلاوينات وهنا هزيت 5 وهنا بقاو ليا 5. المهم باش تجينا حتى الكوزه باش كتسد لينا في الاخر بعوينه وحده راه خاص ضروري هاد الراندة هادي كل عرض ديالها بعدد فردي. نتوما ديروا القياس اللي بغيتوا. انا هنا درت 15، بغيتوا تزيدوا فيها زيدوا، غير المهم تزيدوا بعدد فردي. نكملوا نرجع مع هاد السطر. نعاود نخدم هنا في نفس العوينه ونجي لهنا. نرجع دابا هنا نعود نرجع مع السطر.
نخدم هنا في هاد العوينه هادي ونجي لهنا بهاد العوينه ونجر هاد الخيط لتحت حتى من بعد ونعقدو ونقطعو باش ما نديوه لا لهاد اللون لا لهاد اللون باش ما يجيناش بين. تنخليو هاد اللون هنايا وتنكرفو هاد العقيده واحد شويه تنزيروها بحال هكا وتنخدمو عادي حتى من بعد ونقطعوه نعقدوه بعدا وعاد نقطعوه. نرجع في هاد العوينات هادو ملي تنوصلوا لهنا فهاد السطر تنعاودوا نخدموا في نفس هاد العوينه لان هنا منين زدنا نعاودوا نخدموا في نفس العوينه ونجيو لهنا غندخلوا في هاد اللون هذا نهز هاد العوينه هذه ونرجع مع هاد السطر. صافي هنا كنخليو هاد اللون هذا هنايا ضروري في الاول تنخدمو هاد الالوان هادو بالترتيب ومن بعد صافي راه تجينا الخدمه سهله. دابا غنجيو لهنا غنركبو اللون الاول اللي بدينا به ونبداو نجيو لهاد العوينه هادي نثبتو فيها اللون الجديد تنهزو هاد العوينه هادي نجي لهنا غنخدم هاد العوينه هادي اللي خلينا هنا نشد هنا في التوب نرجع نهز هاد العوينه وهاد العوينه هادي نعاود نخدم فيها نفسها باش نزديو بين لون واللون بلا ما نديرو الزياده اللي كنا تنديرو شحال هذا وتيبقى لينا الفرق بين اللون واللون. هاد الزياده هادي ما كتخليش لينا الفرق المهم عاود تخدمت في نفس العوينه وغنجي لهاد العوينه هادي اللي كاينه هنا غنخدم هنا في هاد العوينه ونهز هاد العوينه هادي اللي عندي الوسط نشد هنا في التوب نرجع مع هاد العوينات نجي لهنا لهاد العوينه هادي. دابا هاد الخيط اللي كان عندي تنزلو حتى هو لتحت حتى من بعد ونعقدوه. نرجع في هاد جوج عوينات هادو اللي عندي هنا باش ما تغلطوش اخواتي في هاد الزواقه هنا في هاد اللون هذا اللي كنا خدمنا خدمنا هنا خمسه د العوينات وهنا خمسه وهنا كنا خدمنا خمسه. بالنسبه لهاد اللون هذا خلينا هنا في الاخر ثلاثه د الضربات ها وحده جوج ثلاثه يعني هنا غادي يبقاو ليا جوجات هما هاد الجوجات اللي غنخدم دابا. نشد هنا في التوب ونبقى نرجع في هاد جوج عوينات حتى نوصل لهنا نكمل هاد العوينات اللي عندي في الجنب. صافي دابا كنبقاو طالعين عادي ما كنزيدو ما كننقصو كنشدو هنا في الرانده تنخدمو هاد جوج عوينات اللي عندنا هنا الوسط ونشدو هنا في التوب. صافي نبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى نكمل هاد العوينات اللي عندي هنا. صافي اخواتي هنا كملت هاد العوينات هادو كاملين. دابا غنجي لهنا فوق هاد اللون هذا نهز هاد العوينه هادي ونجر هاد الخيط لتحت ونجي لهنا مع هاد السطر هذا كامل
خدمت اخواتي حتى وصلت لهنا، غنخلي هاد العوينه الاخرى ما غنخدمش فيها ونرجع مع هاد السطر، تنديروا الخيط لتحت نرجع مع هاد السطر هذا كامل. نشد هنا في التوب ونعود نرجع مع السطر. ملي وصلت لهنا اخواتي غنخلي عاوتاني هاد العوينه ما نخدمش فيها ونرجع. بالنسبه لهنا غنحسبوا شحال جاتنا، وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود، جاونا هنا تسعود ديال العوينات، والسطر اللي قبل منهم فيه 10 والسطر اللي قبل منهم فيه 11، غير باش نبقاو مره نحسبوا باش ما نغلطوش. بالنسبه لهاد السطر الاول جاوني فيه 11 وهنا بقاو لي 4، 1 2 3 4 هي 15، يعني نبقاو نخدمه ولكن مره نبقاو نحسبوا السطر كامل واش باقي عندنا نفس العوينات باش بدينا. انا بديت هنا في العرض ب 15، مره كنحسب باش حتى الا تنقصت لكم شي عوينه ولا تزدت لكم شي عوينه تعرفوها في الاول وتعاودوا تصحوا الخطا. المهم انا كنخدم وفي نفس الوقت راه كنبقى محافظه على الحساب اللي عندي في العرض. نرجع مع هاد السطر، نشد هنا في التوب، هنا كنخدموا عادي ما كنزيدوا ما كننقصوا، وهنا كنبقاو كل سطر نقصوا عوينه. انا غنبقى نخدم بنفس الطريقه، انا بقيت كنخدم اخواتي بنفس الطريقه اللي وريت لكم. هنا كنخدم عادي وهنا كنبقى كل سطر كنقص عوينه حتى بقاو عندي هنا ثلاثه العوينات. ها نتوما واحده جوج ثلاثه. دابا غنشد هنا في التوب صافي، ندخل هذا الخيط هنا في التوب صافي، كملنا من هذا اللون هذا. دابا غندوزوا لهاد الجهه هذه، غنخدم بهذا اللون هذا اللي خدمت به هاد المثلث. انا ركبته هنا في البره، نجيو لهنا لهاد البلاصه هذه فين تسالي لينا هاد اللون هذا، تسالي لينا هاد الحرير ودخلناه في التوب. غنجي لهنا ونركب هاد الخيط جديد، نهز هاد العوينه هذه ونكمل الخدمه بهاد اللون هذا. عندي هنا 4 العوينات غنهزهم، كانوا عندي 5 العوينات يعني الثلث ديال هاد المسافه هذه. عندي هنا 15، كانوا عندي هنا 5 من هاد اللون، يعني الا زدتو نتوما في العيون راه كيجيكم هاد اللون اللي هنا الثلث ديال هاد المسافه. هاد الثلث هذا هزيت منه هاد العوينه في هاد اللون هاد الموف. دابا بقاو لي 4، غنخدم هاد 4 ونشد هنا في هاد العوينه ونرجع مع السطر. نشد هنا في التوب، نرجع مع هاد العوينات، دابا ملي نبغي نجي لهنا خاصني نزيد زياده، غنزيدها من هاد العوينه هذه اللي خدمت فيها، غنعاود نخدم فيها من هاد الجهه وعاد نجي لهاد العوينه هذه، نرجع مع هاد السطر نعاود نشد هنا في التوب ونرجع. نخدم في نفس العوينه وعاد نشد في هاد العوينه هذه، نرجع مع السطر. نشد هنا في التوب، بالنسبه لهاد اللون غنبقاو نخدمو حتى نوصلو النص ديال هاد المسافه. غنخدم 7 من هاد الجهه وغتبقى لي 7 من الجهه الاخرى، تبقى لي عوينه الوسط، يعني غنخلي في هاد الجهه 8. نتوما هادي هي الطريقه، انا تنوري لكم الطريقه الا بغيتو تخدمو اكثر من هاد العرض او الاقل، المهم الطريقه باش تخدمو بها اي قياس هي هادي. بالنسبه لهاد اللون غنبقى نخدم حتى نوصل للنص، نحسب النص ديال هاد العوينات عاد نحبس. عندي ها نتوما وحده جوج
ثلاثة أربعة خمسة ستة. نزيد من هنا ونجي لهاد العوينة ونرجع. أنا وريت لكم هاد الطريقة أخواتي لأنه إلا خدمتوا أنتوما أكثر من هاد العرض هذا فراه ما غتخدموش نفس القياس اللي غنخدم أنا هنا في هاد العرض. إلا زدتوا أنتوما القياس فراه وريت لكم الطريقة كيفاش تقسموا هذاك العدد باش تجيكم الزواقة هي هذيك صحيحة. نعود نرجع في هاد العوينات، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نشد هنا في التوب نرجع مع هذا السطر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نخدم هنا في هاد العوينة ونجي لهاد العوينة هنا ونرجع. نشد هنا في التوب ونخدم ملي تنوصلوا لهنا تنخليو هاد العوينة ما نخدمش فيها ونرجع. تنبداو دابا نقصوا في هاد العوينات غنشد في التوب ونرجع نخدم هنا باش اخواتي ما نطولش عليكم الفيديو يجي طويل بزاف. غنبقى غاديه بهاد الطريقه، من هنا كنخدموا عادي وهنا غنبقى نقص في العوينات حتى الاخر وغنرجع نكمل معاكم. انا بقيت كنخدم اخواتي ها نتوما بنفس الطريقه. دابا رجعت لهنا بقات عندي غير عوينه وحده، غنعاود نرجع في هاد العوينه هادي ونشد هنا في التوب غير خيط واحد اخواتي تيخدم لينا هاد اللون هذا. دابا غنركبوا هاد اللون هذا ونجيو لهنا الوسط في هاد العوينة هادي، غنثبت هاد الحرير هذا ونخدم لهاد العوينة هادي ونجي لهنا لهاد الدريجة نرجع في هاد العوينة ونعود نخدم ونعود نخدم في هاد العوينة هادي وعاد نجي لهنا لهاد العوينة الأخرى ونرجع في هاد العوينات نعود نخدم هنا عود تاني في نفس العوينة ونجي لهنا. غنبقى نخدم حتى يوليو عندي خمسة العوينات. نجي لهنا ها وحدة ها جوج ها ثلاثة. ندير هاد الزياده من هنا بهاد الطريقه ونجي لهاد العوينه نعاود نرجع فهاد العوينات وحده جوج ثلاثه اربعه. نعاود نخدم هنا خمسه ونشد فهاد العوينه هادي نرجع هنا وحده جوج ثلاثه أربعة ها خمسة. نديرو الزيادة من هنا ونجي لهاد العوينة. دابا غنرجع مع هاد السطر ها وحدة جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. نعود نرجع تنبقى غادية غير بخمسة العوينات. نديرو الزيادة من هنا ونجي لهاد العوينة
نرجع في هاد العوينه، وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة. أنا درت هنا خمسة لأن عندي هنا في العرض 15 عين، تنقسمو 15 عين على ثلاثة تعطينا خمسة. إلا زدتو نتوما العرض ديال هاد الراندا، العدد اللي درتوه خاصو يكون فردي، وهداك العدد تقسموه على ثلاثة، هو القياس اللي غتخدمو به هاد اللون. إلا ما درتوش القياس بحالي أنا ودرتو قياس آخر، هادي هي الطريقة. العدد اللي عندنا في العرض تقسموه على ثلاثة هو باش غتخدمو هاد اللون هذا. غنبقى غادي بهاد الطريقه نخدم حتى نوصل لهنا ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم. صافي بقيت كنخدم في هاد العوينات حتى وصلت لهاد العوينه هادي الاخرى، ودابا ضروري نوري لكم هنا كيفاش غنكملوا هاد اللون هذا. ملي كنرجعوا مع هاد السطر تنعاودوا نخدموا في نفس هاد العوينه وننزلوا لهنا للثوب ونرجع مع هاد العوينات، وحدة جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. دابا غنخلي هاد العوينة الأخرى ما نخدمش فيها ونرجع. وحدة جوج ثلاثة ها أربعة. هنا هاد العوينه تاني الاخرى ما نخدمش فيها ونعاود نرجع. كل سطر نبقاو نقصوا عوينه من هاد الجهه وعوينه من هاد الجهه، نرجع عاود تاني هاد العوينه الاخرى ما نخدمهاش ونعاود نرجع. نخلي عاود تاني هاد العوينه ونرجع. صافي دابا بقات عندنا غير عوينه وحده. صافي هكا باش كنكملوا هاد اللون هذا تنخدموا على شكل مستطيل. دابا غنكملوا هاد الجهه هنا، نركبوا هاد اللون هذا، غنعاودوا هاد اللون الموف. هنا غنركبوا غير خيط قصير، غنخدموا غير هاد المثلث الصغير، غنجيو لهنا نشدوا هنا في الثوب ندخل في هاد العوينه ديال الخيط ونهز هاد العوينه هذه ونجي لهنا لهاد العوينه ونرجع ونشد هنا في الثوب، نخدم هاد العوينه. هاد العوينه نفسها نعاود نخدم فيها ونجي لهاد العوينه ونرجع. كل سطر كنبقاو نزيدو عوينه، نشد هنا في الثوب نعاود نخدم في هاد العوينات، نهز هاد العوينه ونخدم في هاد العوينه من هاد الاتجاه، ونحاول ندخل هاد الخيط لتحت اولا نشدو هنا، نشدو في هاد العوينه هنا باش نبقاو غاديين بهاد الدريجات. حنا بغينا نكملوا هاد الدريجات اللي هنا، ولكن هنا كنكملوا بهاد اللون، تنديروا مثلث في هاد اللون هذا. هنا كنخدموا على شكل مستطيل، وهنا غنكملوا مثلث صغير بهاد اللون. نعاود نرجع مع هاد العوينات هادو. دابا ولاو عندي ثلاثة، وحدة جوج هاد ثلاثة، نشد هنا في الثوب نعاود نرجع نخدم غير جوج ونطيح عوينة، يعني غنبقاو غاديين بهادوك الدريجات ونعود نرجع. نشد هنا في الثوب نرجع في هاد العوينه هي اللي بقات، كنخليو هادي ما كنخدموهاش، نرجع هنا ونشد هنا في الثوب. صافي ندخل هاد الخيط هنا سالينا منه. صافي نجي لهنا غنركب هاد اللون هذا. بالنسبة أخواتي للترتيب ديال هاد الألوان، غير تبعوا الفيديو المرة الأولى حتى تشوفوا الترتيب ديالهم وتشوفوا اللون اللي كنديروا ورا الآخر، ومن بعد راه غتخدموها عادي. نجي لهنا لهاد العوينة غنخدم في هاد اللون، نثبت هاد الخيط. هنا تنديروا الخيط غير قصير ونخدم في هاد العوينة ونجي لهنا نعاود نرجع هنا وغنخدمو في نفس هاد العوينه باش نديرو الزياده بهاد الطريقه.
ندوز لهاد العوينه ونخدم هاد العوينات اللي عندي هنا الوسط، نعاود نخدم هنا في نفس العوينه باش ما تيجيناش الفرق بين لون واللون، ونجي لهنا نعاود نخدم في هاد العوينات. نخدم في نفس العوينه ونجي هنا نعاود نرجع مع هاد السطر، نعاود نخدم هنا في نفس العوينه. صافي، نخلي الخيط هنايا، نعاود نركبو هاد اللون، نخلي هاد الخيط هنا ونجي لهنا فين تسالي ليا هاد الخيط، نشد هنا حداه نركب هاد العوينه ديال الخيط ونجي مع هاد السطر نخدم هاد العوينه ونجي لهنا نخدم في هاد العوينه والخيط ننزلو لتحت حتى من بعد نقطعو. نكمل هاد السطر نعاود نشد هنا في نفس العوينه ونجي لهنا نرجع في هاد العوينات. هنا خاص يكونوا عندي 7 ضربات، هنا النص ديال هاد العرض هذا، ها واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها 7. صافي، ملي تنلقاو الحساب هو هذاك يعني الزواقة غادية صحيحة. إلا لقينا شي عوينة ناقصة ولا زايدة يعني راه درنا شي خطأ. نكمل نشد هنا في الثوب ونرجع ملي نوصل لهنا ما نخدمش هاد العوينه الاخرى ونرجع مع السطر، نبقاو نخدمو كل سطر نقصو عوينه باش نديرو هنا هاد الدريجات بحال هاد الجهه اللي هنا. نشد هنا في التوب ونرجع ملي نوصل لهنا غنخلي هاد العوينه ونرجع، غنبقى غاديه بهاد الطريقه حتى تبقى عندي في الاخر غير عوينه وحده. هنا بقات عندي غير عوينه وحده بحال هنا، غنخدم هاد العوينه نرجع لهنا ونشد في التوب. صافي، ندخل هاد الخيط هنا. صافي، واخيرا كملنا هاد الزواقة هادي، كملنا هاد الالوان، درنا هاد الفي هذا. عندنا هنا 7 دريجات وهنا 7 دريجات، وعندنا هاد العوينه للوسط هي فين غنبداو تنهزو هاد العوينه بهاد اللون. صافي، وغنكملو. انا غنكمل هاد الجوزه اخواتي من بعد، وغنحط لكم في البدايه ديال الفيديو الصوره كيفاش جات. غنخدموا هذه ونتبعوا هاد الترتيب ديال الالوان. بالنسبه للترتيب اخواتي فضروري تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الترتيب ديال الالوان وتشوفوا كيفاش كنخدموهم باش ما يجيكمش فيها الاخطاء. انا هاد الزواقه راه درت فيها جوج فيديوهات، تشوفوا الفيديو الاول تشوفوا الفيديو الثاني باش تجيكم الزواقه زوينه وتجيكم صحيحه. المهم اخواتي، نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح، نتمنى هاد الزواقه تعجبكم. ما تنساونيش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، واللي ما مشاركش معنا في قناه شير باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.